احنا بنتكلم مع بعض المناقشه. فمباراه مهمه، مباراه صعبه. لسه حضراتكم كنتوا بتقولوا قلقانين جدا من هذه المباراه. قلقانين النتيجه برضو للكلام اللي احنا قلناه، دي في مباراه في وقت برضو قليل بعد كل المشوار الكبير ده، فبرضو في اجهاد. يا ترى الراجل هيثبت ولا هيغير بعض الناس ولا هيحط الاساسيين ويبتدي يعمل تغييرات من مبكره شويه، سواء بين الشوطين او بعد كده. يعني تساؤلات كتيره هو حيرنا فيها، وهو اقدر واحد بصراحه بعد اللي شفناه ان هو يفكر في الحاجه المناسبه. بالنسبه للمنافس طريقته معروفه وبانت في الماتش اللي فات ده اللي هو مع بيراميدز. المدرب بتاعهم عمل حركه لطيفه، الراجل 20000 20000 ما بتجيش كام، ما بتجيش 2000 دولار بس برضه جوزيه مورينيو لو 2000 دولار 3000 دولار ما يعني، ولا 2000 كمان، 2000 ايه ده 1000 ده 500 دولار اتفضل يا كابتن. فهو طبعا طريقه باينه، هيلعب زون ديفنس قافل نص الملعب تماما، والراجل راس الحربه بيلعب على نص الملعب مقفل، وهيلعب على الهجمات المرتده. فهو يعني الشكل ده اللي هيبقى باين ازاي النادي الاهلي بقى يفك التكتل ده بالريتم السريع، وفي نفس الوقت يبقى فيه توازن في الحته الدفاعيه، لان المرتدات هتبقى صعبه زي ما شفنا ماتشهم اللي فات، راحوا باكتر من كره مرتده على فريق بيراميدز، كان ممكن يخلصوا الماتش مش ضربات جزاء. احمد عاطف واكتر من كره، اكتر مباراه لو في يعني حد بس هادي شويه كان ممكن بيراميدز يطلع مغلوب باتنين تلاته في الانفرادات. يعني بيراميدز نفسها ما راحتش، الفينشر ما كانتش بتستحوذ خالص، كانت بتستناك تجي لي لحد الاخر وابعت الكره لعبد الكبير او احمد عاطف بس كده. يمكن بالذات احمد عاطف لما نزل اعتقد هو اللي هيبدا مش مروان، هو محتاج سرعه في هجمه مرتده مش هجمه مروان. عملوا كده مع بيراميدز، مش هيعملوا كده مع النادي الاهلي بالزبط. اولى بقى نعمله مع النادي الاهلي التقفيل الكويس قوي، لان عارفين سرعه النادي الاهلي في المرتدات بتاعته او في اللعب السريع او في الريتم السريع، فهيبقى اللعب يعني تكتيكي بس مقفول. هم متاثرين شويه بالحته اليمين، يعني هم بيلعبوك من ناحيه دي شويه خط الدفاع اللي بيلعب الطولي تمام. لكن كان عمر كمال هو اللي بيعمل انطلاقه شويه من اليمين، عمر طبعا غاب ومؤثر قوي، فعشان كده يمين او شمال الحته الهجوميه ناقصه بتاعته تبقى مؤثره جدا. انا فاهم بس دايما في الملعب عمر بيغير الهجوميه ناقصه عندهم من ناحيه الطرف اليمين، فهيبتدي هو زي ما اعتمد الماتش اللي فات على الناس بتاع نص الملعب في اللونج باس مع راس الحرب صح. فازاي النادي الاهلي بقى يفك التكتل ده، يستغل كل الاسلحه النادي الاهلي، سواء في الكور الثابته اللي شفنا فيها تريكات معموله، سواء الكورنر شفنا فيه تريكه معموله، او الفاولات اللي من بره. الريتم لازم يبقى سريع عشان برضو تقدر توصل قبل ما التكتل يبقى زايد، لان في الناحيه الهجوميه بتاعتهم برضو هيبقى في بعض الثغرات تقدر ان انت يعني توصل يعني. طبعا يا كابتن، يعني انا اللي انا شفته من مستر كار اللي هو هيبدا خلاص، هو ادى راحه لحسين، ادى راحه لكهربا، ادى مروان رجع تاني، هيرجع يلعب ستة عادي، هيبقى اللي على الدايره. انا اللي انا يعني حاسس اللي هو ممكن يغير فيهم لعلي لهاني واحد فيهم، حد من الاثنين ممكن، مش الاثنين لا مش الاثنين، وممكن يلعب بالاربعه زي ما هم ورا، بس يدخل رامي مكان ياسر عشان طبعا يعني الخط، هيرجع بالفول تيم زي ما كان عشان هو خلاص ريح حسين. بيرسي تاو المفروض هو، انا اللي انا كنت حاسه وقاري من المباراه اللي فاتت اللي هو كان عاوز يوزع المباراه على بيرسي تاو مثلا وحسين كل واحد ياخد له شوط عشان يبقى خلاص كل واحد خد 45 صح. دقيقه اجي العب ال 90 دقيقه بتاع النهائي، لكن هو زي ما تقول ايه مثلا نسي بيرسي تاو شويه في الملعب ورجع طلعه، فهو هيرجع تاني كهربا بيرسي تاو حسين امام كوكا مروان عطيه، والاربعه اللي ورا ممكن رامي يدخل ويخلي التشكيل زي ما هو، ومصطفى عشان وفيوتشر فيوتشر اللي انا شفته في ماتش بيراميدز زي ما الكابتن حشيش قال، لعبوا كلهم تحت الكوره في نص الملعب، هيلعب بمروان وعاطف وعبد الكبير الوادي، مروان محطه ليه اي فرقه هتدافع. انا شفت الماتش ده في الوداد يا كابتن، البطوله اللي احنا خسرناها اللي قبل اللي فاتت، هو بيلعب سان داونز في جنوب افريقيا، اي فرقه نزل تحت الكره الوداد ويدافع لازم عنده راس حربه محطه لازم لازم كان عنده حاجتين، لما بقطع في نص الملعب لازم اطلع على محطه، كان عنده الفرود الافريقي ده وكان بيطلع على الطرفين سرعات، وفي الاخر اتعادلوا 2-2 وجينا لعبنا النهائي جابوا جون في نفسهم سان داونز. فهو فيوتشر الماتش بيراميدز هما كانوا كهجمات اخطر من بيراميدز، هو صح. خد اللي هو عاوزه، والاربعه واقفين على ال 18 وثلاثه قدامهم. بس اللي انا متفاجئ بيه صادق، محمد صادق اصلا
من ايام ما كان في الاسماعيلي وراح بيراميدز، محمد صادق عمره ما شفته بيدافع. محمد صادق الراجل ده طوره بطريقه غير طبيعيه، يعني بيلعب هو والغنام على الدايره يا كابتن، ما تحسش اللي ده لو محمد لعيب كبير. محمد صادق انا بقول لحضرتك هو لعيب، هو بيستغله عشان عنده تسديدات كمان صعبه جدا، كمان يا جمال هو بيلعب على الدايره، يعني المتطلبات بتاع لعيب الدايره ده اللي هو يجري ويلتحم والكلام ده، صادق ما كانش بيعمل الكلام ده. اتفرجت عليه في ماتشين اتحاد العاصمه ذهاب وعوده بيلعب على الدايره جنب الغنام، فكنت متفاجئ بيه يعني. فهو الراجل هيحصل تكتل لازم هيحله طبعا مستر كارو، واللي هينجح التكتل ده بيرس تاو حسين. الطرفين لازم الطرفين يخشوا في ظهر الديفندرين بتوع فيوتشر، لازم يستلموا من ظهرهم. لو حسين وبيرس تاو فضلوا على الخطوط لا هنتعب كتير عشان مش لكن بيرس تاو وحسين هم اللي هينجحوا مع مروان عطيه عموما. بس قبل ما تنقل مفتاح المباراه دي الجون المبكر، لان الجون المبكر في ماتش زي ده بتاع بطوله مش ده ماتش في الدوري، انا عايز اوصل مع النادي الاهلي للدرون لغايه الاخر، ولو طلعت البنت يبقى كويس. فانت بالتالي لو جبت جون في البدايه هتغير له القصه بتاعته خالص، وهيبتدي لازم يهاجم ويغير ويغير حتى حته الاثنين اللي قدامه، هيلعب يعني الدنيا هتتغير. فالجون المبكر هو مهم قوي. انا شايف كابتن ان زي ما كابتن رامي قال كده، الراجل هيرجع تاني التشكيل الاساسي، هنشوف كهربا. انا هسالكم في الاخر على التشكيل، يعني نشوف التغييرات دي هتفرق مع النادي الاهلي. سرعات بيرسي تاو حسين واتمنى نبقى موفقين بكره ونسجل من انصاف الفرص، او يعني خلاص عدينا الساعه 12 فاحنا كصحاب بكره ونسجل مبكرا، لان احنا ممكن نسهل الماتش على نفسنا بهدف مبكر ونصعب الماتش على نفسنا لو فضلنا الدرون. من النقاط المهمه جدا اللي اتمنى الاهلي يركز عليها في التعامل مع جنش او التكتل الدفاعي، التسديد من خارج منطقه الجزاء. على مدار ماتشات كتيره جدا اتفرجت عليها لجنش، التسديد من بره منطقه الجزاء بيعمل له مشاكل كتير. لو انا استغليت النقطه دي وقدرت انفذ منها اكتر من جمله، سواء كفاولات او كرات مباشره بالتسديد من خارج منطقه، هيفيد النادي الاهلي. اختراقات حسين وبرستاو تفرق مع النادي الاهلي. عودة مروان في غلق المساحات اللي ممكن او المرتدات بتاعت فريق فيوتشر مع كوكا هتساعدنا برضو بجانب دورهم الهجومي مع امام عاشور. كل ده هيفرق معانا في مباراة فيوتشر، لكن انا يعني دايما بقلق من فريق فيوتشر. في فرق كده لما بتواجهها تاريخ مواجهتك معاها بيبقى احنا الاهلي اقوى، الاهلي اكثر خبره، الاهلي بيتسلح بجماهيره اللي ان شاء الله تقفل استاد محمد بن زايد يوم الخميس. الاهلي عنده خبرات في الماتشات اللي زي كده، لكن فيوتشر بيمتلك لعيبه لعبت في انديه كبيره ويعني عامله حتى طفره في ادائها. انا عاجبني اداء علي الفيل مثلا في مباراه بيراميدز، ظهر بشكل كويس. عاجبني صادق زي ما كابتن رامي قال، وغنام بالرغم ان غنام بيحصل منه اخطاء كده ساعات بتكلف فرقته، مشاكل غنام من اللعيبه المميزه جدا في نص الملعب. احمد عاطف وعبد الكبير الوادي اتنين لعيبه كبار جدا، يمكن اصابه فاروق وغياب عمر كمال ممكن يفرقوا مع النادي الاهلي في يركز ناحيه الشمال شويه على فريق بيراميدز، ان عمر كمال هو بيلعب اساسي في الحته دي. صحيح. عندهم لعيب اسمه احمد ربيعه بتهيألي او محمد ربيعه، لعيب كويس لعيب كويس قوي برده. ففريق فيوتشر فرقه محترمه بيحاولوا او بيتعاملوا نوعا ما قريب او بفكر النادي الاهلي. فيعني جود باك كابتن علاء على الدكه، واخر ماتش كان ماتش الاولمبي لو تفتكر يا كابتن حشيش. طبعا ده اخر ماتش انا احتياطي. والله كنت موجود احتياطي؟ موجود احتياطي في الاولمبي. ايوه انا عارف يعني دي معلومه جديده. في اخر مباراه للكابتن علاء في كانت 92 ماتش الاولمبي الشهير، وسجل الهدف وخرج. فدي اول ماتش بيتهيألي واجه فيه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. نشوف هيحصل ايه. فهتبقى عمليه يعني. اخيرا يا جيمي، مين اللي هيحكم ماتش بكره؟ بص يا كابتن، ماتش بعد بكره يعني. بص يا كابتن، هو في اتجاهين. هو بكره صحيح. يمكن لسه 11:59. اتجاه بيريرا بشكل كبير للبنا. يمكن هو لجنه الحكام بتشوف ان البنا هو افضل حكم في مصر زي ما كلنا بنشوف، والبنا من الحكام اللي دايما حتى بيدوا له الماتشات الكبيره في مصر يعني. حتى وده باين ان هم ريحوه من المباراه الاولى، ما ادولوش اي ماتش من اللقاء الاول، ادوا الامين وادوا لمحمد معروف. فالبنا بنسبه 70% هو حكم مباراه الفاينل، ولكن يظل في تفكير جوه لجنه الحكام ولكن من مساعدين بيريرا باقناع الراجل البرتغالي بان هو يدوا المباراه دي لمحمد عادل، بحيث ان البنا يلعب ثالث ورابع او يلعب حتى
يلعب حتى فار عشان هو موجود في امم افريقيا فار، لكن انا بقول لك الاقرب وبشده هو وجود محمود البنا في المباراه. المباراه هتبقى صعبه جدا على اي حكم لانها مباراه بطوله، فيوتشر فاز ببطوله قبل كده، عايز ده طعم يا كابتن الاحساس انك تفوز بلقب. هو عاوز ان هو يعمل المفاجاه وفي الامارات وبطوله كبيره قدام النادي الاهلي. ناحيه النادي الاهلي لازم في بدايه المباراه بعيدا حتى على الهدف المبكر انك لازم تضغط بكل قوه وما تديش فرصه ان فيوتشر يدخل المباراه، لان فيوتشر لو دخل المباراه هو عنده خط دفاع وسط ملعب بيقدروا ان هم يعني يموت اللعب ويرخموا كده بلغه الكوره يعني. احمد عاطف مقلق جدا خط الدفاع، وانا بشوف ان غياب ياسر ابراهيم سيظل مؤثر. عندك رامي ربيعه يقدر يعوض دوره بشكل كبير، ولكن ياسر وعبد المنعم من الناس يا كابتن المدافعين اللي بينقضوا بسرعه، يعني ما بيستناش ان الكوره توصل لاخر حته في منطقه عندك في منطقه الخطوره ويضغط عليك. ومروان دوره مهم قوي قوي اكيد قدام المساكين. عموما يعني اخد من حضراتكم كل واحد تشكيل المباراه من وجهه نظر. ثاني تشكيل ثاني برضه. بص انا مع الراجل ده حيرني صراحه. فانا هقول ايه نفس التشكيل، يعني هيلعب بالاساسي او التشكيل اللي بيلعب بيه. قول يعني طبعا شوبير الشناوي طبعا خلاص شوبير موجود. الف سلامه شنو طبعا. علي معلول طبعا، ربيعه بدل ياسر نتيجه لظروف ياسر، عبد المنعم هيلعب، هاني نص الملعب ممكن يلعب مروان وكوكا، امام عاشور قدام طبعا هيلعب بشحات وهيلعب بكهربا وبرستاو. رامي نفس التشكيله كابتن اللي هو لعب بيه الكاس العالم. انا 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 بقول ممكن لو في تغيير هو الخط الوحيد اللي ما غيرش فيه خالص دفاع على مدار كاس العالم والماتش بتاع سيراميكا اللي هو الاربعه اللي ورا. لو حب يريح حد يا علي لعلي لهاني يعني على حسب ما هو حالته بقى مشاوير. على حسب علي يبقى الدبيس ومين هاني اكرم. اوكي مع ابو علي. انا اتوقع كابتن زي ما كابتن حشيش قال، ويعني ممكن يفكر في كريم فؤاد وبيثق في كريم فؤاد جدا وبيحب في كريم فؤاد انه بيأدي الدور الدفاعي زي الدور الهجومي وبيخش منطقه الجزاء كتير. لكن لو يعني هياخد المباراه التوقعي هيبقى مصطفى هاني رامي عبد المنعم علي مروان وكوكا وقدامهم امام يلعب بقى طرف شمال او يلعب حر. لا هو الراجل على طول من اول ما بيلعب بثلاثه يجيب واحد يمين على الدايره هيبقى مروان وكوكا شمال. كوكا هو بقى اما كوكا بيلعب فتلخبط الدنيا. امام بقى هو اللي بيروح ناحيه اليمين، يعني انت لو لاحظت الماتش اللي لعب فيه كوكا بس هو انا اسف ممكن السوليه ممكن تشوف السوليه. انا عارف هو برده الراجل كابتن اسلام لما لعب كوكا وامام على الدايره هو برضو فكر تفكير الناس كلها ازاي، وامام اول مره يلعب ناحيه اليمين على الدايره هو كان كل تفكيره كوكا على عدلته يبقى في ظهر علي على طول، ودي بصراحه هي اللي نجحته في المباراه بتاع اوراوا. لا المباراه اللي قبلها بتاع اوراوا ما لعبش. لا برضه فلومينينزي فلومينينزي او التحجد. ايوه التحجد خلى علي في المباراه قافل كويس يعني. بص يا كابتن التشكيل زي ما كابتن حشيش بيقول هو ده تشكيل النادي الاهلي بشكل كبير جدا. تشكيل الحكام طيب تاني. هو بشكل كبير محمود البنا، يعني بشكل كبير محمود البنا هتشوفه هتلاقي موجود مثلا معاه رجال بشكل كبير جدا. هتلاقي طبعا سامي هلال موجود بشكل كبير جدا. الفار هو لسه بشكل كبير ممكن يبقى محمود عاشور، لان محمود عاشور برده من الحكام اللي بالنسبه للكاف مهم جدا. انا الاقرب لقياده هذه المباراه من لجنه الحكام هيكون الكابتن محمود البنا بنسبه كبيره جدا 70-80% تصل الى نسبه 70-80%. هو مش البنا يبقى عادل يعني هو مش البنا عادل البنا يبقى يا كابتن محمد عادل. يعني الاثنين ان شاء الله يعملوا مباراه جيده تليق باسم مصر طبعا وتليق باسم النادي الاهلي ونادي مدن فوشل.